أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أعبدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم أعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ما كان محمد على أحد من رجالكم وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي أمي وحبيبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا اللہ عزوجل تیری بارگاہ میں آج تیرے کلام پاک کی تلاوت کی گئی جو غلطی کوتاہی ہو اسے معاف فرما یا اللہ جو کچھ کھانا وغیرہ پیش کیا گیا بلکہ آج تک جو ٹوٹا پوٹا عمل ہوا اس کا ثواب ہمارے عمل کے لیے ناقص ہے اس کا عمل ہمارے عمل کے لیے ناقص ہے اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و نزول فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تمام اولیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام اولیاء اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما یا اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے سیدنا آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما بلکہ آج تک جو انسان و جنات و مسلمان ہوئے یا ہوں گے ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما یا اللہ جس مقصد سے انہوں نے قرآن کہانی کروائی ہے یا اللہ اس مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری ارد و ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی برحم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین